في البدايات لايك واشتراك وشير للفيديو، وإليكم التفاصيل. زين الدين زيدان المدرب الفرنسي الكبير يفجرها بتصريحات تاريخية عن النجم المغربي حكيم زياش وعن المنتخب المغربي، ويصدم الجزائريين بما قالوا عن منتخب الجزائر. زين الدين زيدان أكد بأن حكيم زياش تطور بشكل كبير جدا بداية من الموسم الحالي، وأصبح واحد من أفضل لاعبي العالم. ونصح زيدان حكيم زياش بالرحيل عن تشيلسي والذهاب إلى فريق يعرف إمكانياته جيدا. كذلك تحدث زيدان عن أن المنتخب المغربي هو المنتخب الأقوى إفريقيا، ويمتلك أسماء رائعة جدا من الممكن أن تكتسح قارة إفريقيا في المناسبات القادمة. كذلك صدم زين الدين زيدان الجزائريين، وأكد بأن منتخب الجزائر منتخب ضعيف، والدليل ما حدث في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة. زيدان قال: أي نعم، منتخب الجزائر يمتلك أسماء كبيرة، لكن داخل أرض الملعب منتخب سيء يفتقد للروح.